ومنصور قتل كده هيضيع فيها واتعدل وتضيع سمعة الأسرة. بعدين عزكم ده كله هيطلع كذبة. المال مال الكنس وسته هتطلع البنت وأمها. هتضيع الأسرة. اسمعني وانت انت وصل زملائك هتمشي كيف؟ والدم يجرم؟ لا 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 لا. وحتحمي الناس كيف؟ ديت وش؟ ودى المجرم؟ كفاية! 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 ما دي الحقيقة؟ أنا لو منك أحافظ على مركزي وسمعة الأسرة. ما تبقى عليه. وباسم القانون تبهدل سمعة أبوك. أبو سليم! في حاجة يا جنابه؟ ما دايرين نلحق واد عجب ده يكون قالب علينا الدنيا. يا عسكري! يا عسكري! الزول ده خدت الكلام شات في ايدينه كل عينه. حاضر اتحرك يا زول اتحرك. وين زهرة يا أستاذ؟ زهرة جوا تكمل بعض الإجراءات. الحمد لله على السلامة. وين ابو سريع؟ ابو سريع بيكون جوا هناك. ما حد بارك للجماعه؟ براء الظاهر عليه البدري ده ما شايف شغله. البدري شاف رايه. الحقيقه كلها جوا. تفضل ادخل. العجبة؟ ده انت؟ لا مش جاك في البيت يوم ال لا 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 يا ابني لا لا يا ابني انا ما بعرفه ده مجرم. انا تعرفني؟ يلا يلا معي نمشي نشوف المحامي وين. وابو سريع Thank you.
نحن الحقيقة يا ابني المختار جايين يعني نرفع فراشنا على منصور وبعدين نمشي الجزء إن شاء الله. براءة وانت هتصدق اننا نعمل كده؟ تفضل. دي بشرية اختي. خايف منها ليه؟ واسأل نفسك انت ود السر عجب لحم ودم ولا ود الطين ده؟ اغطس فيه المويه دي واقعد فيها للصباح، ولما تمرق اسأل روحك انت حق السر عجب لحم ودمه ولا حق الطين ده لحمه ولونه؟ كان ما قادر اطلع البدله دي ونحن بنوديها ليه مكتب القائد ونعمل لها سلام تعظيم. خليها توقع علينا هنا اهو البدري ذاته يعني يبقى لنا شاهد. بعد كده ما بينفع يا ابوي. ابو سريع قال كل شيء، قال اي حاجه. ابو سريع قال شنو؟ قال كل شيء اي حاجه. قال هي حاجه يا ابوي. جماعه منتظرينك برا. جماعه؟ جماعه علي انا؟ ايوه ابوك. 5 دقائق يا ابوي اذا ما قابلتهم هم حيجوك. 5 دقائق دي عشاني انا عشانك انت. خمس دقائق بلد من غدر مكتوب وخايف من غدر مكتوب أعيش باقي العمر أفتش في زحام الناس وجوال الجرح أضم حزني أضمت حزني واتنهت وسافر أسافر في الخيال.
ياه ده شنو ده شنو ده شنو ايه السياكة دي؟ عاوز اطلع احوم البلد دي كلها مرة واحدة. ايه يا عبدين، الحرية دي زيها ما في. تعرف لما كنت في الزنزانة شعرت لك كده للحظة ان انا كنت مسجون، مسجون بس على واسع شوية. يا قدري كده، وإنه الإنسان بدون الحرية ضئيل جدا، يحس إنه ولا حاجة. تعرف لما كنت في السجن نسيت لك برا خالص، نسيتها برا. حلوة يا حبيبي، برا حلوة حلوة. ونحن المنادين بالحرية لا نحتمل النظر إلى القفص الفارغ. هيا أيها العصفور العجوز إلى الحرية. أنا عصفور وعجوز. وقال لي حريتي لا تشترى بالذهب. وقال لي حريتي مامون؟ ايوه علي. زهرة وين؟ يا تلفونه طلعت الجسم. كيف؟ يا جوا كاتمة وبرا حلوة مش؟ يلا. وقال لي حريتي وقال لي حريتي لا تشترى. انتوا يا صاحبي حكايتكم شنو؟ لا عصير ولا تفاح ولا عشا. انا جعان جعان جدا جدا جدا، ويقال ان الكلام لا يسد جوعا. بعدين يا اخوي انت والمدام جايين محملين بذخيره كلاميه غير محتمله. نطلع برا المدينه يا صاحبي، انا اتعشى وانت احكي وفرد. تعرف يا استاذ؟ نعم. المدام لما قال لها اطلعي براءه جنت وقفت عاينت لورا لما شافت المنظر. ييك كامل شرد تاري. ما صدقنا انه برا حلوة. برا حلوة يا أستاذ، حلوة يا صاحبي. يا صاحبي أنت حتديني حصة في الحرية؟ قوم رح يا أخي، أنا أتعشى وإنت أحكي. Thank you.
وانت وصل زملائك حتمشي كيف؟ ودن بجرم؟ لا 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 وحتحمي الناس كيف؟ ديت وش؟ الو علي رفعت وين؟ لا جدك جدك سعد كلكم أولادي واسمع مني كلمة يا بدري الشرف الباقي ليك هدومك ودبابيرك دي يا تحافظ عليها يا غصبا عنك المجتمع بيقلع منك ويديها لغيرك اللي يستاهلها دي ماما الست علا بعرفهم يا زهرة بتعرفيهم؟ متقابلنا قبل كده في اللي اسمه بيتكم جميل يا زهرة بيت سبوك حلو شكرا اتفضلوا اتفضل يا عبدة شكرا الدنيا برا حلوة والحياة فسيحة نازي لما تغلط معها في زنزانة وفي كتمة أسيت 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 هاي أيوان بدوري حاجة عايز أسلم على ريحانة وعلا الصغيرة بسم الله بقول لك كنت داري بسلم على حاجة رانا بسم الله ريحانة هل لكن ما سميناها زهرة؟ لا من الليلة اسمها علا خلاص جبنا الاسم زهرة السيد علا الجزوري والعدي دي زهرة عمي ود عديد عمي ود عديد وعايشين هنا كيف؟ نحن سامحين ومرتاحين. انتم محتاجين لوقت. من بكره انا هعملها عشان علا.
انا عمري ما حسيت بالحكايه ولا شفت حياتي الا لما كنت هناك. عمود عديل انا ما ناديتك ليه مشيت؟ آه بس كنت عجلانه من المشايخ. عايز اسالك ماما وين؟ خليك من الماما. جدك تزوري بينه. جدي ده تعبان شويه بنا ليه يطلع يرتاح تخلي نوم. مالك في شنو؟ والله يا بنت المشايخ انت ما منك مدرسه. المامات دي يا ودوها للدكتور والله تعالى نوديها المسجد حق الشيخ يود بحر الدين. ماما حصل لها شنو؟ قالت البنت ما اسمها زهره اسمها عوده وبعدين قالت العوضه دي كاتمه تنبنى عوضه ثانيه جنبها. كويس مبروك. المبروك شنو؟ ديار بنت المشايخ عمرها ما دخلت العوضه اللي تشغالين هسه دخلت العوضه وانحلت علينا كبينا وسلمت على البنيه هنا وهنا وفي جضيماتها. السيده بن عارفه انا بسوي كده السيده الحقابه بقول نضيع منكم. لا لا يعني ال يا سي الزهرة يا سي الزهرة السيد ما شديدة السيد أنا السنة خليتها معاه ريحانة الحنك في الحنك ده كويس؟ أي كويس. لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل الله أزول مو كويس يقول كويس يعني خلاها لما تطقع أنا أطقع في البيت أرجع يعني لو عملت كده معنا. لا 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 إنت دايرة تكون كيف؟ أولا البيت ما عوده. ثانيا ما تعتب عليه عطة الشغالين دي. ثالثا ما تنبني عوضه. رابعا وده المهم دخيل عليه ريحانه شنو؟ الست وين وريحانه وين؟ وبعدين البلا دي كان مالقت الست الشديده وحره القلب والوش المسرور زي المقص يقطع بتبقى بلا؟ البلا ستها كذب. ايش يا سيد؟ مالك؟ الحاسب لك شنو؟ أنا يا عمود عديل لما كنت في ال الله ماذا السبب؟ الله يجازيك كان السبب عشان كده قررت أجرب أي حاجة ما كنت قاعد أعملها زمان. لكن أنا حالي شنو؟ أقعد في البلد دي سيد ساكن كذي حبيبي الله يديك العافية. سيد علا معليش الوقت متأخر وأنا قلت ما في مشكلة. مرحبا يا مختار تفضل تفضل يا مختار. الله على هذا الهواء الطلق. يا أخي شبعتني شبعتني هواء. بطني دي اتملت اتنفخت. شنو يا خليك عملي شوية. عملي يا راجل. أنا لو منك أحرك الأشياء عشان تبقى جميلة. أيوة عشان تناسب الهواء الطلق ده. تناسب هذا الهواء الطلق؟ كيف؟ شوف يا سيدي الشركة دي نلم الشركة دي ندخلها على بعض نتوكل ونسجلها في المازون وندخلها بيت واحد. مازون الواحد يا مامون الدنيا دي ما
يمشيها مرة واحدة، طريقه فيها واحد ما فيه رجع لورا. الفات مات. شوف يا سيدي، وانت ماشي في الطريق ده اي خير تقدر تعمله اعمله، ما تأجله، لانه لو أجلته حتضيع على نفسك فرصة تصنعها للآخرين وتسعدهم بها في نفس اللحظة. انا مستعد، مستعد تماما، بس انت يا عبدين وريني بتفكر في شنو. الشركة شركتكم، الولد ولدكم، والبيت بيتكم، زهرتكم الرايع. يا رايك شنو؟ الله الله يا عبدين. ايوه كده. تعرف يا عبدين؟ نعم. انا في الزنزانة ما شاغل بالي الا الموضوع ده. انا لو حصل شنقوني، نعم، زهرة بتدي هتعمل شنو؟ اقول لك تعريس مختار. يا ريت. بس 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 دي انا بعتبرها موافقة، ومختار ده اعتبره ولدي. الله، والزهرة برضو زهرتكم عبدين؟ البيت بيتك؟ طبعا. لكن يعني كده قبل ما نلم الحكاية بمزاجنا، حقه يعني نسأل أصحاب الشان ونشوف رأيهم شنو، ولا أنا غلطان؟ أنت شايف كده؟ مش أنا، الواقع حولنا بقول كده. ديل ما أنا وإنت، ديل جيل اسمه ثورة المعلومات، ديل غيرنا خالص، ديل يا مامون شباب الدش والكمبيوتر والانترنت، شباب العلم سلاح المستقبل. تعرف يا مامون، ديل أذكى مني ومنك، لازم نتيح لهم الفرصة عشان يعبروا عن نفسهم. تفتكر كده؟ خلاص الموضوع بقى موضوعك يا عم، انا ما عندي مانع. يعني كويس، شلته كله وعلقته فوق رقبتي الضيقة دي، ها؟ عشان ما تضيع فرصة تصنعها للآخرين. برافو برافو يا مامون، اهو بقى كده انت محتاج لزنزانة تاني. زنزانة دي يا راجل. حصل كده يا دري؟ هاي لا، احنا ما حنربط نفسنا بأسرة ولية انتحر وما عندهم اي حاجة، عاشوا عمرهم كله في حق الناس. ما كفاية الفضائح في البلد؟ انت سهلة ولا شنو؟ لا، انا هتصرف معاه ولو جا، ما هخليه يتصل بيه، ولو اتصل ارمي السماعة في وشه. يا نفيسة، شنو انت متأجل عشان تطلع؟ ماشي وين؟ واصل مشوار قريب كده لغاية الفيلا وجاي. ناس شنو؟ انت اليومين دي كترت ماشي قاعد الفيلا فيشنا. نفيسة، انت عارفة انه انا ماسك الشركة كمدير مكلف، وبالضرورة اصل ناس الفيلا كل وقت من وقت لآخر، يعني واشوف ده دي شنو. يلا باي. كان ناس الفيلا طبعا كل حاجة في الدنيا دي قسمة ونصيب، والواحد لو ما له ما بياخد. لا شنو يعني بصراحة كده؟ وانت طولت ما جيتنا زيارة، ما عشان نقول لك الحصر. أهو زي ما عارف الظروف اللي حصلت لخالي، وبعد ذاك أبوي ما قدرت أتصل بيه. طبعا آخر مرة إحنا تلاقينا لما إحنا ماشيين لبيض عشان بنت عمتنا اللي توفت وكده، وزوجها برضه واتخالتنا. أيوه بتذكر صح. وطلعوا ما شاء الله عندهم شفع مدينة البلد، ودايرين رعاية. طبعا لما لقينا الوضع كده حلفنا على واتخالتنا ده، قلنا له إلا نعوضه، وقلنا له اختار واختار درية، ما في نصيب. درية؟ حصل شنو؟ لا كيف؟ كيف كيف؟ الناس الكبار يجيبوك، عقدوا طوال. عقدوا؟ كيف؟ دي خطيبتي؟ ما انتوا ما وصلتوا البيت، وبابا كلمته واحدة،
وانتهى الموضوع كده. أظن الاتصال تلفونيا بواحدة على ذمة راجل عيب حرام مش مفهوم. مفهوم. يا سلام. الظاهر خلاص يا مختار يا ابني، استاذك عجز بقى ما بيستحمل، لكن شايفك كده اندمجت للنهايه، يعني الحكايه دي زي ما جديده عليك. والله اول مره، لكن مش حاجه غريبه الزول يندمج مع اللي قاعده يا ولد. ده في دمي ودمك. تاخد شوط ثاني. ابوك منصور عمله قبل كده. ابوي يا ريت. خش يا حبيبي، خش دكارك.